مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب من الثورات التي يشهدها عالمنا العربي ثورة نطلق عليها ثورة الإلحاد أو إذا أردنا أن نكون أكثر دقة هنقول ثورة اللا أدريين بمعنى أن الإنسان يترك دين ويترك إيمان بوجود كائن إله آه, و. ويبتعد ويقول انه انا لا اتبعه ولا اتبع اي اله انا عايش لوحدي وليس لي علاقه باي اله او باي شخص حتى لو كان خالق او الى أخر مع انه الامر دون من وجهه نظري يعتبر امر صحي لانه بيحول الانسان من انه وارث للديانه الى انه عندما يؤمن يؤمن عن اقتناع. وبيحول الانسان من انه مجبر على قبول ديانه معينه الى انه انسان بيبقى بيختار بارادته بعد ما يدرس وبعد ما يفحص وبعد لما يرى الحقائق كلها امامه يقدر انه يقبل ويقدر انه يؤمن فيكون ايمانه ليس ايمان الوراثه وليس ايمان الاجبار لكن ايمان الاقتناع وايمان ايضا الاختيار. لكن السؤال دايما اللي موجود وبيطرح في نقاشات كثيرة وحوارات كثيرة وهو ليس سؤال جديد ده سؤال قديم جدا قدم آه سقوط الإنسان وابتعاده عن الله هو هل الله موجود حتى الكتاب المقدس في بيعالج هذا الموضوع وبيكلم عنه أنه في ناس آه بتقول أنه آه الله ليس بموجود وفي الكتاب المقدس مع انه مش بيقدم لنا فصل او نقول كده سفر من الاسفار اثباتات لوجود الله لكنه اول عباره في الكتاب المقدس هي عباره بتؤكد هذه الحقيقه وكان وجود الله امر مفروض مفروغ منه معروف لا يمكن الانسان انه ينكره عشان كده بيبدا الكتاب المقدس يقول لنا في البدء خلق الله السماوات والارض. لكن هل فعلا هناك ادله وبراهين هل هل نقدر فعلا نعرف ان كان الله موجود ولا مش موجود؟ خليني ارجع بحضراتكم للحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت مع الدكتور سامح عزيز تكلمنا فيها عن معرفه الله. وكانت الموضوع الحلقه كيف نعرف الله؟ وقلنا انه الانسان طرق معرفته او طرق حصوله على المعرفه بتكون اما عن طريق الحواس، دي اول حاجه بنتعلمها حتى الطفل الصغير الحواس هي الاساس اللي اللي, اللي بتدخل منه المعرفه الى العقل الى الذهن. وسواء من خلال اللمس أو خلال السمع أو النظر أو التذوق كل هذه الحواس البشرية الإنسان بيتعلم منها وبتكون طريق للمعرفة، لكن هل ينفع إن إحنا نستخدم الحواس لمعرفة الله؟ طبعا بكل تأكيد لا، ليه؟ لأنه الله روح ومش ممكن أبدا الله ليس له ماده وليس له شكل مادي الله روح ومش ممكن ابدا نضع الله ايضا تحت الاختبار يعني او تحت المجهر ومش ممكن ناخد صوره لله ونقول للناس ادي الاله اللي انا اللي انا بعبده فالحواس ليست هي الطريقه اللي نقدر من خلالها نعرف عن الله والحواس مش ممكن ابدا تعرفنا عن شخص الله قلنا حاجة تانية انه كمان الانسان بيستخدم في المعرفة بتاعته بيستخدم القياس بمعنى انه انا ما رحتش حتة فلانية بس لما حد يقول لي انت رحت مثلا مومبي في الهند مدينة في الهند اقول له لا يقول لي مومبي دي عاملة زي القاهرة فبالتالي انا كونت صورة عن مومبي انها زي القاهره، شوارعها زي القاهره، الناس فيها زي القاهره، بيعدوا الشارع من اي حته زي القاهره، ففي سيميلاريتيز او في تشابهات كثيره بين مومبي مثلا وبين القاهره، انا بقدر اعرف كده، فده دي طريقه من الطرق اللي فيها بنتعلم وفيها بنعرف، لكن الله لا يوجد له شبيه ولا يوجد له نظير بمن تشبهونني يقول الرب وبهذا مش ممكن ابدا نضع لله صوره او شكل حتى هو قال لشعبه كده انه يعني لا تصنع لك تمثالا منحوتا ممن في السماء ومن على الارض لان الله ليس له مثيل وليس له نظير على الرغم من انه منكري وجود الله يظنون أن الله غير موجود فإن الإيمان بالله بيعتبر فعلا هو الإيمان المنطقي وهقدم بعض البراهين في هذه الحلقة بعض البراهين اللي تؤكد لنا آه وتعرفنا أنه فعلا الله موجود أول برهان هو برهان وجود المادة برهان وجود المادة فوجود المادة أو وجود الكون المادي يتطلب وجود خالق مش ممكن أبدا أن المادة دي آآ آآ تكون ازليه كويس فلا يوجد شخص عاقل مهما كان ينكر حقيقه وجود الماده في الكون فالكون بطبيعته مادي وكل ذره فيه تؤكد هذه الحقيقه السؤال بقى المنطقي الذي ينبغي ان نطرحه هو من اين اتى كل هذا؟ جي منين؟ جه منين المجرات دي كلها؟ جت منين المادة اللي موجودة في في الفضاء في الارض في العالم اللي احنا عايشين فيه من من درب التبانة إلى المجرة الأبعد في الكون بلايين من المجرات وبلايين من المجرات في الكون الفسيح الذي لا نعرف عنه إلا القليل جدا من أين أتت المادة؟ وما هو السبب أو المسبب والمبدئ لوجودها؟ طبعا يتفق علماء اليوم انه ودي حاجه اعتقد انه لا يختلف عليها كثير من العلماء هي انه للكون بدايه الكون لم يوجد بهذا الشكل هناك بدايه نقطه انطلق منها وجود الكون اي ان ليس اي ان الكون ليس ازلي والماده ليست ازليه بل لها بدايه وكل ما كان له بدايه له مسبب لوجوده بما انه ليه بدايه يبقى لازم يكون مسبب لوجود اذا ما الذي تسبب في وجود الكون وكل ما في الكون من ماده هل الكون وجد زي ما بيقول البعض نتيجه صدفه كما يدعي البعض وانه هذه الصدفه هي اللي اوجدت هذه الاشياء ام ان الكون وجد كما يقول البعض الاخر نتيجه الانفجار العظيم النظريه الانفجار العظيم كما يدعي البعض والذي بحسب كلامهم انه تم من 14 مليار سنه يعني في انفجار عظيم تم من 14 مليار سنه هو الذي تسبب في وجود الكون ونشاه الكون لكن المشكله حتى لو افترضنا المشكله الاساسيه اللي بتواجه من يؤمنون بهذا هي في التفسير في انه حتى لو حدث الانفجار العظيم فالنهاردة يجب على من يؤمنون بهذه النظرية أن يشرحوا لنا من أين جاءت الكرة اللي ضربت وسببت هذا الانفجار لأن الكرة دي مادة فمن أين وجدت من الذي أوجدها وإيه سبب وجودها هناك مسبب لوجود هذه الكرة الكبيرة اللي ضربت الكون وتسببت في وجوده كويس على الرغم من ان انصار التطور بيزعموا ان الكون بدا بتفجير كره من الماده منذ زي ما قلت 14 مليار سنه الا انهم لم يقدموا ابدا تفسيرا معقولا لقضيه الكره الاصليه التي تسببت في هذا الانفجار. لا يوجد تفسير واحد مقبول ومعقول. في في سنة 2008 نشرت مجلة مشهورة قوي في الغرب هنا اسمها نيو ساينتست ودي مجلة خاصة بالأبحاث العلمية ومجلة بتؤيد طبعا لأنها سيكولر بتؤيد فكرة التطور ونظرية التطور وكان العنوان بتاع الغلاف لهذه المجلة هو The Beginning أو البداية وكان بيحاول الكاتب انه يشرح لنا ازاي بدا الكون كويس فبعد ما قدم اجابات متعدده ومحاولات تفسيريه كثيره لبدايه الكون ختم المقاله بتاعته بالعباره الاتيه يبدو ان السعي لفهم اصل الكون متوقف جد متوقف حتى نتمكن من الاجابه على سؤال اعمق هو بيقول كده بيقول انه انه احنا مش ممكن ابدا هنقدر نصل الى فهم لاصل الكون حتى ان احنا الاول نجاوب على سؤال اعمق لماذا يوجد اي شيء على الاطلاق بدلا من لا شيء يعني ان كان ان كان قبل الماده لا شيء فكيف للا شيء يوجد شيء يعني لماذا يوجد اي شيء على الاطلاق بدلا من لا شيء ليه موجود المادة؟ لِموجود الكون؟ كيف وجد الكون؟ وده السؤال اللي طرحه الكاتب في نهاية المقال. طبعاً الآثار المترتبة على مثل هذا السؤال واضحة تماماً. إذا كان لا شيء موجود في الماضي لا شيء موجود قبل ما قبل ما يوجد الكون كان لا شيء موجود، كويس؟ إذا كان لا شيء موجوداً في الماضي في وقت ما فلن يكون هناك شيء اليوم. يعني يعني nothing uh, يعني nothing brings nothing او بيخرج منه nothing يعني ما فيش حاجه ما فيش uh, شيء يبقى لا يوجد شيء يعني لو لو ما فيش شيء مش هيوجد شيء فالشيء بيوجد نتيجه شيء فلا يوجد تفسير حقيقي منطقي لفكره الكره الكبيره اللي تسببت في الانفجار العظيم كيف وجدت ومن الذي اوجدها؟ حتى الذين يؤمنون بنظريه الانفجار العظيم لا يقدمون اجابه الى على هذا السؤال وده باعتراف طبعا ريتشارد دوكنز احد ابرز الملحدين اللي احنا بنسميهم اثيست بهذا الاساس في نقاشه في حلقه نقاشيه كانت موجوده في استراليا مع اسقف من استراليا على التلفزيون الوطني الاسترالي سنه 2012 سئل دوكنز سؤال مهم كيف ان شيء ما ضخم مثل الكون جاء من لا شيء يعني انت بتؤمن انه لا شيء اوجد شيء فكيف للاشيء يوجد كون ضخم مثل هذا الكون دوكنز في رده على هذا السؤال قال ايه بالطبع من البديهي انه يمكن الحصول على شيء من لا شيء بالطبع لا يسمح لك الحس السليم بالحصول على شيء من لا شيء يعني بيقول المنطق نفسه المنطق بتاع الانسان نفسه يرفض انه لا شيء يخرج منه شيء كويس هذا هو السبب عشان بيقول هذا هو السبب في انها مثيره للاهتمام يجب أن تكون مثيرة للاهتمام من أجل إثارة الكون على الإطلاق شيء ما غامض جدا كان لابد أن يؤدي إلى نشأة الكون يبقى هو بيقول في حاجة غامضة أنا مش عارف أفسرها أدت إلى نشأة الكون وما عنديش لها أي إجابة طبعا الأكثر من كده أنه الرافدين وجود الله أو الملحدين بيجادلوا بأنه منطقيا بأن الكون أبدي وده طبعا غير علمي هذا اليوم ان الكون ليس ابدي، الكون له بدايه، فكل الابحاث العلميه الحديثه بتثبت ان الكون بيتمدد بمعنى انه الكون بدا من حاجه صغيره جدا وبدا يتمدد، فهناك بدايه وكل من له بدايه، دي قاعده عامه، كل من له بدايه له مبدئ او له مسبب لوجوده. له مسبب لوجوده عشان كده ما نقدرش نقول من الذي اوجد الله لانه قلت ان كان من الذي اوجد الله بمعنى انه الله لم يكن في لحظه من اللحظات موجود وبالتالي وجد فان كان الله وجد فهو له مسبب في لحظه من اللحظات له مسبب اوجده طبعا هذا غير صحيح الكتاب المقدس بيقول لنا ايه في البدء خلق الله السماوات والارض بمعنى انه قبل ان يكون الكون الله موجود وانه الذي تسبب في وجود الماده هو الله الذي قال فكان وامر فصار فدي دي نقطه دي نقطه مهمه جدا ناخدها في الاعتبار ان الكون له بدايه وانه ايضا الكون آم 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 مش ممكن ابدا يكون وجد من لا شيء ده اول خلينا نقول ايه اول برهان بيؤكد وجود الماده نفسها تتطلب وجود خالق لها احنا بنسميها اكس نهلو بمعنى ايه ان الله خلق من العدم ان الماده ليست ازليه الله خلق من العدم كلمه الله التي خرجت من فمه هي التي اوجدت الموجودات طيب نيجي الى سؤال اخر مهم او برهان اخر مهم جدا البرهان الاخر هو وجود الحياه وده سؤال محير جدا من اين او كيف نشات الحياه ده ده سؤال مهم جدا وجود الحياه وجود الحياه بشكلها اللي احنا شايفينه النهارده بيتطلب وجود معطي للحياه فالحياه مش ممكن تخرج من الجماد الحياه لا تبرز الى الوجود من لا شيء مش ممكن الحياه تبرز الى الوجود من لا شيء يعني ما ملاقيش مثلا خروف كده طلع من حجرة فالحجر عمره ما أو طلع لوحده ولا البكتيريا مثلا ألاقيها يعني تواجدت على مقبض الباب أو خلقت على مقبض الباب سواء كنت مؤمنا أو ملحدا تؤمن بوجود الله أو تؤمن بعدم وجود الله في ملاحظة مهمة جدا أو قاعدة مهمة جدا أحد قوانين العلم المعترف بها على نطاق واسع هو قانون التكوين الحيوي اللي هو بيسميه بايوجينيسيس كويس؟ تكوين التكوين الحيوي بيتكون من كلمتين الكلمه بايو او الحيويه وهي تعني الحياه وكلمه جينيسيس تعني التكوين او نشاه الحياه والتي تعني نشاه الحياه، كيف نشأت الحياه؟ اول حاجه يتفق عليها الكل ان الحياه لابد ان تنشا من كائن حي هذا هو القانون اللي وثقه العلماء الحياه لا تنشا الا من الحياه يعني الميت ما يعملش الحياه لا تنشا الا من الحياه وفي باحث بارز جدا اسمه جورج جيلورد سيمبسون وكتب بيقول انه لا يوجد شك ابدا في ان التكوين الحيوي هو القاعده وان الحياه لا تاتي الا من حياه اخرى وان الخليه ووحده الحياه هي دائما وبشكل حصري منتج او نسل اخر عشان كده بيقول مارتن مو ايضا قرنا من الاكتشافات المثيره في العلوم البيولوجيه قد علمتنا ان الحياه لا تنشا الا من الحياه ده قانون فكيف نشأت الحياه؟ هل الحياه نشأت زي ما بيؤمن البعض انها مجرد نتيجه الانفجار العظيم اللي حصل وانه توافرت العناصر والوقت والطاقه فبدأت الحياه تدب في خليه هذه الخليه صارت خليه معقده صارت فيما بعد سمكه، السمكه تحولت مع ملايين السنين الى إلى إلى بر مائيات البر مائيات تحولت بعد ملايين السنين إلى ثدييات الثدييات يعني بعد ملايين السنين تحولت إلى زحفات ومن الزحفات دي خرج الإنسان وخرج الكائنات الأخرى هل, هل الحياة بدأت من معطي للحياة لأن كل الأدلة بتقول أن الحياة لابد أن تخرج من أو تنبع من مصدر حي، القانون البيولوجي لكل شيء هو ان كل كائن حي على كوكب الارض كان له اباء كل شخص نعرفه قبل ان يعني يولد له اباء بيولوجيين كما يفعل كل طار طارق طائر او سمكه او داب, داب يدب على هذه الارض في كل شيء حي خرج من شيء حي أن الحياة لا يمكن أن تنبع من المواد الكيماوية الحية لا يمكن للتطور المادي أن يفسر أو يشرح أبسط قوانين العلوم الأساسية وليس أقلها قانون التكاثر الإحياء كويس إذا كانت الحالة هكذا الاستنتاج الوحيد اللي قدامنا الذي يتطلب ويقبل العقل أنه في الطبيعة التي حولنا الحياة لا تنشأ الحياة إلا من الحياة لا تنشأ الحياة إلا من الحياة إذن كيف نشأت الحياة كيف نشأت الحياة الأولى هل انتهكت بطريقة ما أكثر قوانين الطبيعة الأساسية للبيولوجية للبيولوجي وظهرت بشكل طبيعي من غير الحياة أم أن هناك احتمال اخر احتمال مهم جدا أن الله أوجد الحياة، هو معطي الحياة عشان كده الكتاب يقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، هو الذي أعطى الكائنات الحياة هو منبع الحياة ومعطي الحياة ومصدر الحياة حتى الإنسان يقول الكتاب ونفخ الله في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية صار آدم نفسا حية هذا هو الإله الذي منه وبه نتحرك هذا هو مصدر الحياة لكل الكائنات الموجودة الحية على آآ آآ على سطح الأرض فكلمنا عن أن المادة المادة أولا تتطلب وجود وجود خالق تطلب وجود مبدي موجد لهذه الماده فالماده ليست ازليه لكن كمان الحياه نفسها لا يوجد لها تفسير منطقي لوجودها الا من خلال انها ايضا يوجد من اعطى هذه الحياه هو الذي اعطى الحياه للكائنات الحيه فالحياه منشاها ومعطيها وموجدها هو شخص الله نفسه لأنه لا يوجد تفسير آخر لنشأة الحياة ولا يمكن العقل أنه يقبل بصورة أو بأخرى أن الحياة نشأت نتيجة صدفة أو نتيجة يعني دون تدخل إلهي بهذا الشكل الحاجة الثالثة اللي أيضا بتؤكد لنا وجود الله واللي بتساعدنا أن احنا نعرف إن كان الله موجود ولا غير موجود هو أنه أي تصميم أي تصميم يتطلب وجود مصمم. يعني عمرنا ما شفنا تصميم ما يعني وجد من غير ما يكون له مصمم. أي لوحة بتشوفها بتقول إنه مين اللي رسمها. أي قصيدة بتعجبك بتقراها بتقول مين المؤلف لهذه القصيدة. أي مبنى معماري بتشوفه يعني مثلا لما كنا عايشين في دبي زمان كان المباني الجميلة اللي مثلا في دبي نقول مين الشركة اللي صممت هذا المبنى مين الشركه اللي نفذت هذا المبنى فكل, فكل مبنى جميل معماري من الناحيه المعماريه له له صمم كمان الـ الـ كل ما نستخدمه سواء الساعه اللي في ايدينا العربيه اللي بنركبها اجهزه الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمها التلفزيون اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه الامار الصناعيه اللي بتنقل آآ آآ برامج آآ قناه الحياه مباشره البيانو اللي اولادنا بيلعبوا عليه الاجهزه اللي في ايديهم السيلفون والايفون والايباد كل دي بتتطلب ايه بتتطلب وجود مصمم لم توجد بالصدفه يعني يعني آه احنا عارفين حتى النهارده البروسيس او التطور اللي حصل في السيلفون يعني آه من من يعني انا افتكر اول اول سيلفون آه كان معايا آه اشتريته سنه 96 آه وكان آه حجمه آه ضخم يعني آه اكبر من كف الايد كده والنهارده و... ومجرد سيلفون مجرد تليفون النهارده التليفون اللي في ايدينا مش تليفون ده دا... ده كمبيوتر بنستخدمه نعمل بيه مكالمات لكنه هو في اصله فعلا كمبيوتر متحرك تقدر ان انت تشتري بيه وتقدر ان انت تدخل على النت وتقدر ان انت تبحث عن اشياء وتقدر ان انت يعني انت تتواصل مع العالم الخارجي اتس تس... معقد جدا فاحنا عارفين ان هناك عقول بتشتغل في التصميم، بتشتغل في السوفت وير بتاع الجهاز ده فإن كان يوجد تصميم وكلنا بنتفق على انه العالم اللي احنا عايشين فيه ده عالم معقد جدا، يعني حتى جسم الإنسان في تكوينه وفي تركيبه معقد جدا، بيشير هذا الكوكب اللي احنا عايشين عليه إلى مصمم بارع ذكي آه جدا اوجدوا وصمموا لدرجه ان كل حاجه فيه بتشتغل بدقه متناهيه جدا. هقدم بعض الامثال على هذا. الارض طبعا حجمها مثالي يعني يحمل حجم الارض والجاذبيه المقابله طبقه رقيقه من غاز النيتروجين والاكسجين في الغالب يمتد فقط على بعد خمسين ميلا فوق سطح الارض. اذا كانت الارض اصغر سيكون الجو مستحيلا مثل كوكب عطارد إن كانت الأرض أكبر من حجمها الحالي هيكون أيضا غلاف الجو يحتوي على الهيدروجين الحر زي مثلا جوبيتر أو الكوكب جوبيتر وده ما نقدر معهوش حياة الوحيد اللي مجهز للحياة هو كوكب الأرض نسبة الغاز اللي فيه والمناسبة بتحافظ على الحياة النباتية والحيوانية والبشريه والارض كمان بتقع في مسافه مهمه جدا وقريبه من الشمس وبتضمن هذا درجات الحراره اللي تناسب الحياه ما بين 30 درجه الى 120 درجه اذا كانت الارض بعيده فسوف تتجمد اذا كانت الارض قريبه فسوف تحترق كل هذه بتقول لي الى اي مدى النظام الكوني اللي موجود من من اصغر النباتات اللي موجوده على الارض الى اكبر المجرات ان كل ده بيقول لي ان هناك مصمم ذكي تصميم بيتطلب وجود مصمم. الشمس الـ 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 الارض المسافه الـ المثاليه من الشمس بينما تدور حوالين الشمس بسرعه آآ آآ يعني 67 ألف ميل في الساعه كل ده بيساعدها على انها تبقى معدة للأيام والمواسم وإلى والحياة اللي فيها الأمر حجمه مثالي جدا بالنسبة لجاذبية الأرض الأمر بيخلق المد والجزر المحيطات الهائلة وحركة مياه المحيطات حتى لا تهدأ كويس كل دون كل ده خلقه مصمم ذكي جدا المية اللي هي عديمة اللون والرائحة وبدون طعم ومع ذلك لا يوجد شيء حي يمكن ان يعيش بدون الماء. النباتات والحيوانات والبشر لا يستطيعوا ان يعيشوا بدون الماء، والماء بيمثل حوالي ثلثين ثلثي جسم الانسان. كويس؟ كل ده مهم جدا. الماء هو مذيب عالمي هذه الخاصيه للمياه تعطي ان العديد من المواد الكيماويه والمعادن والمواد الغذائيه يمكن حملها في جميع انحاء اجسامنا وفي اصغر الاوعيه الدمويه يعني ده كله ده كلها اشياء بتورينا الى اي مدى الـ 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 التصميم الالهي 97% من المياه على الارض موجوده في المحيطات ولكن على ارضنا هناك نظام مصمم يزيل الملح من الماء ثم يوزع الماء في جميع انحاء العالم من خلال التبخير ياخذ من مياه المحيط ويترك الملح ويشكل الغيوم ثم تاتي هذه بالمياه على الارض وعلى النباتات وعلى الحيوانات كل هذا احبائي مهم جدا لانه بياكد لنا الى اي مدى <applause> هذا التصميم الذكي الالهي اللي لكل ما حولنا يكفي ننظر الى الدماغ البشريه في وقت واحد بمعالجه كميه من مذهله من المعلومات بياخد دماغنا جميع الالوان والاشكال يعني مجرد انه بس بيشتغل بطريقه طبيعيه وحتى حتى درجات الحراره حتى ضغط الاقدامنا على الارض الاصوات المحيطه جفاف الفم حتى نسيج لون المف... المفاتيح كل ده معقد جدا بيورينا الى اي مدى العقل الانساني بيعالج كل عواطف والافكار والذكريات في الوقت نفسه كل ده بيقول لنا ان هناك مصمم مش ممكن كل ده يوجد بالصدفه ازاي صدفه <applause> توجد هذا النظام الدقيق جدا. فينا وحوالينا وفيما لا نراه ايضا بعيوننا المجرده. الدماغ البشري بيقوم بمعالجه اكثر من مليون رساله في الثانيه، يعني حتى الكمبيوتر مهما كان السوفت وير بتاعه والسرعه بتاعته لا يستطيع انه حتى يقترب في المقارنه من العقل البشري. كل هذه المعلومات يزن كل هذه المعلومات ويضعها في مكانها الصحيح ويظبطها ويعمل لها ديفرجمنتيشنز وكل دون بيقوم به الدماغ هناك ذكاء غير عادي لوجود كل هذا العين يمكن ان تميز بين سبعه ملايين لون لديها التركيز التلقائي ويتعامل مع 1.5 مليون رساله مذهله في وقت واحد كل ده احبائي بيقول لنا قد ايه هناك تصميم ذكي هدي مثال اخر مثال من الخلايا معروف انه انه الالكترونيات والبروتينيات نسبه كتله الالكترون الى البروتون هي واحد الى الف مما يعني ان البروتون يكون اكبر من اكبر ب 1000 836 مرة من الإلكترون حتى مع هذا الاختلاف في الكتلة فإن الإلكترونيات والبروتينات لها نفس الشحنة الكهربائية عشان كده العلماء بيقترحوا بيقولوا إنهم إذا تم تغيير الشحنة الكهربائية للإلكترون بمقدار جزء من المية فسوف تنفجر أجسامنا على الفور كل دون بيدل على تصميم دقيق جداً أوجدوا الله. ده شهادة وبرهان. برهان بيقول لنا إنه الله موجود. أجي إلى شيء آخر ومهم جدا. وهو عندما نتحدث عن التصميم وعن الذكاء. لكن السؤال بيجي كيف يمكنك الحصول على التصميم بدون غرض أو أو, أو قصد؟ يعني تخطيط متعمد هناك تعريفات للتصميم او لل نعرفها حتى من القواميس العلميه او من القواميس اللغه انه التصميم بيعني انه غرض معين يتم عرضه من قبل فرد او مجموعه في خطه معينه ده تصميم بيقدمه فرد او مجموعه أو مثلاً مشروع أو مخطط عقلي في أي وسيلة إلى نهايتها وإذا بيعني تصميم تعريف التصميم على إنه رسم أو رسم تخطيطي أو تمثيل بياني لخطة مفصلة كل دون كل دي دي كلها تعريفات لكلمة التصميم وبنعرف إنه كل حاجة موجودة في الكون وفينا وفي أجسامنا ليست بالصدفة وعندما يتلاعب الإنسان بما هو موجود ومخلوق فينا بيتم الضرر وبياتي الاذى على الكائنات. الانسان عندما يتدخل في حتى انه يلعب في الجينات او حتى انه يلعب في المكونات بيؤدي هذا الى الى آآ آآ يعني لخبطه وضرر للكائن. فهناك تصميم غير عادي للكون أوجدوا الله. التصميم اللي بنقول يكلم عنه دون بنراه بعيوننا او اللي بندركه يعني يعني بندرك بعض الامور مش ممكن ندرك كل الاشياء حتى الامور اللي بيتعلمها وبيدرسها وبي العلماء هم بيدرسوا او بيلاحظوا اشياء قليله جدا من اللي هو موجود لكن كل ده بيبرهن احبائي على انه هناك تصميم ذكي وهذا التصميم لابد ان يكون له مصمم لابد أن يكون له مساعدة طيب الذكاء اللي موجود في الكائنات واللي موجود في الإنسان هذا الذكاء بيتطلب وجود خالق ذكي ما هو مش ممكن أبدا الذكاء اللي موجود في الكائن الحي يأتي بالصدفة يعرف الذكاء إذا أردنا أن احنا نعرف الذكاء هنعرفه على إنه الذكاء هو القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة يعني يعني عندي معرفة معينة بقدر اطبقها وبقدر ايه انفذها بطريقة صحيحة. القدرة على تعلم او فهم الاشياء او التعامل مع المواقف الجديدة الصعبة ده الذكاء. ليس من الصعب تحديد اشياء معينة لديها بعض المقياس للذكاء. ففي هناك مقاييس مختلفة للذكاء حتى في الانسان هناك انسان اذكى من انسان. لكن كل ده لنا انه انه الانسان اللي خلقه الرب البشر اللي خلقهم ربنا خلقهم مميزين عن بقيه الكائنات خلقهم بقدرات مختلفه عن بقيه الكائنات فالانسان استطاع انه يخترع الانسان استطاع انه يبني سفن فضاء ويركب هذه السفن ويذهب بها الى اكثر من 2000 سوري اكثر من 260 الف ميل الى القمر في حين أن القمر في حالة حركة مع الأرض الإنسان أيضا بنى صناعات والإنسان طور في الطب وطور في العلوم واستطاع أنه بهذه المعرفة أنه يطيل حتى العمر واستطاع أيضا بهذه المعرفة أنه يعالج أمراض الإنسان بيستمر في بناء أجهزة الكمبيوتر اللي بتساعده وتعالج بعض الأمور الإنسان يمكنه كتابة الشعر الإنسان يمكنه أيضا أن يكون على المريخ خمسين سنة من النهاردة الإنسان بيبني أشياء بيبني بيانو بيبني مباني بيبني سفن ضخمة بيبني طائرات بيبني صواريخ عابرة للقارات هناك فجوة كبيرة جداً ما بين الإنسان وما بين المملكة الحيوانية المملكة الحيوانية بتمتلك قدر من الذكاء لكن الإنسان بيختلف يعني ممكن عندنا مثلاً الكلاب في بيوتنا ممكن نعلمها تقعد تسمع كلام ممكن ندربها على مثلا في كلاب بتدرب النهارده بتبقى زي في الخدمه للمحتاجين مساعدات خاصه الانسان اللي بيجي له صرع ممكن يبقى معاه في الطريق يعني سيرفيس دوج الانسان الاعمى ممكن يبقى معاه سيرفيس دوج يقدر ان هو ياخده ويقدر ان هو يمشي معاه ويحامي عنه و... فبنقدر ندرب بندرب الدولفينز مثلا النهارده بالسونار بيستخدم الدولفين حتى في ال... 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 الجيش الأمريكي لاكتشاف بعض الأشياء في البحار كل هذه الأشياء ال... ال... الكائنات ممكن تصنعها لكن الإنسان لا يمكن أن يقارن بذكائه مع الحيوانات الإنسان في يعني في 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 خلق الرب بصفه لا يمكن ابدا انها تكون الا فيه هو عشان كده البعض اللي بيقولك إنو بيقول لك انه بيقول انه الانسان ده اتى من كائن اقل وانه اتى من الثدييات اللي كانت موجوده وانه الشمبانزي دايما بي 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 اللي ال 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 بينادوا بهذه النظريه دايما يقولوا ان هناك بعض التشابه ما بين الشمبانزي وما بين الانسان واحنا لا ننكر هذا التشابه لكن يوجد اختلاف كبير ايضا ما بين الانسان وما بين الشمبانزي يعني الاستمرار الحياه لكي يستمر الانسان في كائنات كثيره اندثرت لكن لكي يستمر الانسان محتاج الى ذكاء محتاج انه يتكيف مع البيئه محتاج انه يتعلم ازاي يستخدم ان في ناس بتعيش في الثلج درجات الحراره اللي بتعدي مثلا 20 30 درجه تحت يعني تحت الصفر وفي انسان بيعيش في بلاد حاره في انسان بيعيش في صحاري وفي انسان بيعيش في غابات القدره على الحياه و و و واستمرار الحياه هذا قدره الهيه اعطاها الله للانسان طيب عندنا تليفون خلينا ناخذ مداخله الاخ جورج من كندا اهلا وسهلا بك اخ جورج اهلا فيك سلام الرب يسوع اهلا بيك دكتور اهلا أشرف. بيك حبيبي كيفك الرب يباركك موضوع شيق وهام صدقني دكتور اشرف كلنا ولو كنا مؤمنين بالرب يسوع دائما تاتينا اسئله و والرب ما منعنا من انه طبعا طبعا يستحيل طبعًا. نحن ليس كما قالوا في احد الديانات ليس لكم حق بالسؤال او حتى بالتفكير أه. ولا وقد حدد تفكيره اما نحن فلنا الحق ولكل سؤال جواب الحقيقه هي اخي دكتور اشرف لو 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 نظريه البيج بانج انا اولادي بيدرسوا علوم ساينتست أه. باليونيفرسيتي فيوم الايام اول دخوله عم بيقول له انه, إنه جايين نحن من الشمبانزي <applause> فراسا جاوبت ابني قلت له تقدر تسال الدكتور اللي معه بي طيب ليش الحيوانات الثانيه من الشمبانزي آه، آه، ليش ما انه هنا كمان صاروا انسانات ليش انه اختاروا هي هي عمليه الجيناتك هي عمليه اختيار انه انا بختار انه اكون انسان او استمر انه اتم حيوان طبعا لا هذا حكي مالوش منطق على الخالص مم. بعدين مم. بالنسبه لعمليه البيج بانج البيج بانج نحن نعرف كلنا يا دكتور اشرف انه في الفضاء الجاذبيه هي الصفر معناتها زيرو اذا دفش اي قطعه بشيء فيزيائي ولو مهما كانت القوة ستستمر هذه القوة في في مجال غير مغناطيسي تستمر أي. إلى الأبد تدور مم. لو قلنا أن كل هذه الأشياء والكواكب التي وجد طبعا عندما توجد لو لو كانت هناك لأنه في هناك نظريات تقول عن عملية الضص والغبار آه. يعني مم. الغبار الموجود في السماء تجمع وأصبح كواكب هذا الشيء غلط وغير منطقي ابدا لأنك أنا عند عمليه البيج بانج من شيء كبير ضخم جدا كوكب ضخم ضخم يستحيل ان توقف الا في شيء هناك وقف هاي الكتله وجمدها وحطها تعرف انت تماما يا اخي دكتور اشرف انه لو الشمس في مدار يختلف او حتى الكره الارضيه لو اختلفت درجتين او ثلاثه لما كانت هناك الفصول كامله ولكان اختلف كل شيء على وجه الارض <applause> الشيء الثالث اللي اريد اقول لكل انسان حتى اذا كان ملحد او مؤمن الرب يسوع نحن ما ننسى لما قال اتكلم لكم بالارضيات ولم تفهموني فكم بالحريه لو تكلمت معكم بالسماويات وهذا كان يستحيل وهذا شيء حقيقي وبعدين الاشياء اللي اريد اقولها لكل انسان مؤمن وغير مؤمن متى من الايام استيقظت صباحا ووجدت ان هناك سياره مصنوعه لك بايد او حتى طاوله او حتى كأسة ما. كاس ماء كاس ماء لانه الرب عودنا على الصنع كل شيء يصنع ومن شيء اما الرب فله القدر عن يصنع اشياء حتى بالزبط. من لا شيء صح انا بس كان اريد اشارك اشكرك شكرا دكتور اشرف شكرا جدا والرب يبارك شكرا كثير حبيبي شكرا كبير كثير هي فعلا دي حقيقه انه نظريه البيج بان هي مجرد نظريه هي مجرد محاوله لتفسير نشاه الكون. وطبعا هي هي محاوله يعني بتجنب الله، يعني الانسان في تفكيره هو عايز يعني يقتنع انه الكون اتى لكن لم يوجد له منشئ هو لم يوجد له خالق. فبالتالي بيحاول انه يرى الامور ويفسر الامور بمنظور يخرجه عن فكرة وجود إله خالق مصمم قال فكان وأمر فصار من البدء لكن حتى من يؤمنون بنظرية البيج باند أو نظرية الانفجار العظيم عندهم مشكلة كبيرة جدا وهي أنه من أين أتت المادة التي تسببت في الانفجار إن كان النهارده العلم بيقول لنا إنه الكون له بداية وإنه المادة ليست أزلية، فمن أين أتت المادة؟ أكيد لها مسبب، من الذي تسبب في وجودها؟ ومن الذي أوجدها؟ وهذا هو السؤال اللي بيعجزوا عن الإجابة عنه. الحقيقة الحقيقة إنه فعلاً كل ما حولنا يعني السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. كل ما حولنا بيؤكد انا مش بتكلم دلوقتي عن الال الال الاله الذي يعني نعرفه واظهر نفسه لنا واتى الينا في المسيح يسوع لكن انا بتكلم على فكره وجود اله خالق من الاساس وجود هذا الاله انه هذا الاله موجود وانه كل ما حولنا يشير الى انه يوجد اله خالق مصمم ذكي جدا صمم واوجد كل هذه الموجودات وانه لا يوجد شيء بالصدفه فالصدفه مهما كانت على ملايين السنين فهي ما زالت صدفه مش ممكن ابدا حتى حتى الصدفه مش ممكن تخلق لنا او تصنع نواه يعني او خليه احاديه لو حتى قعدت ملايين السنين يعني ده دي 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 اشياء كلها عشان كده الكتاب بيقول لنا ايه؟ وسامحوني انا يعني الاخوه اللي مش بيؤمنوا بوجود الله ده ده بيقولوا كتاب بيقول قال الجاهل في قلبه طب ليه ليه الكتاب قال في قلبه؟ ليه ما قالش في عقله؟ لانه العقل احبائي اذا بحث واذا فتش مش ممكن ابدا ينكر وجود الله مش ممكن الانسان لو بص الى الحقائق ولو بص الى حتى بالملاحظات العاديه بالملاحظات بتاعته اللي بيشوفها في الكون الصبح والنهار والليل والمواسم وال، 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 والمطر وكل الاشياء دي تدل على وجود اله خالق اوجد كل هذه المخلوقات وعشان كده كتاب يقول قال الجاهل في قلبه بمعنى انه عدم الايمان بالله هو ليس امر عقلي لان العقل يدرك هذه الامور لكنه هو امر قلبي انه القلب يرفض الخضوع والايمان بشخص الله طب نأخذ مكالمة أخرى من الأخ عبد الله من المغرب. أهلاً وسهلاً أخ عزمي. أهلين بيك أخ عبد الله. كيف حالك؟ كيفك أنت؟ ويف. الحمد لله الحمد لله بخير. بارك الله فيك. تفضل. أسأل أخ عزمي العلماء الملحدون أي مكتشفون في الفضاء وفي الأرض مثل الكوست الفرنسي الذي اكتشف البحرين بينهما برزخ لا يبغيان يعني في القرآن. لماذا كلما اكتشفوا شيئاً وجدوه في القرآن ولم يجدوا أي شيء في الكتاب المقدس. أخ عزمي كويس حاضر هجاوبك يا اخ عبد الله حاضر. طيب سؤال ثاني يا اخي لو سمحت. وجاوبني عليهم بالضبط انت أيوة. لا أيوة. تجاوبني أيوة. أيوة. دائما. حاضر حاضر اوكي حاضر. اتفضل. لماذا الله تعالى نعرف ان الله تعالى طيب، كل العالم يعرف ان الله طيب، صحيح ولا لا؟ أن الله ماله طيب؟ طيب طيب الله طيب. اه اه, آه. 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 اه صحيحة. صحيح صحيح هو صفه من صفاته انه هو صالح نعم نعم الله طيب عندنا نحن الله طيب اها علي الله الطيب يتكلم بالفاظ الحمار الوحشي لاسماعيل في الكتاب المقدس أن فقط الحسد والسم الموجود في المسيحين واليهود على ابو السيد محمد عليه الصلاه والسلام طيب حاضر اشكرك كثيرا يا أخي هو هو طبعا اسئلتك بتطلعنا بره الموضوع لكن خليني اجاوب على سؤال عشان ايه آآ يعني اجاوب على الاسئله اللي حضرتك بتسالها، اولا فكره المعجزه او المعجزات اللي في القران أو الإعجاز العلمي في القرآن ده مردود عليها كتير وممكن تتفرج على حلقات الأخ رشيد عملها عن الإعجاز في القرآن وأنه ده كله كلام يعني من شق القمر إلى آخر كل هذه الأمور آه هي مش, مش موضوعي هنا لكن آه آه أنا أشجعك أن أنت تتفرج على حلقات سؤال جريء أو حتى على حلقات آه برنامج الدليل للأخ وحيد لانه فيها حلقات خاصه مخصصه للرد على الاعجاز العلمي في القران لكن لماذا لماذا ان كان الله صالح يوجد عداء ويوجد حسد ويوجد آآ آآ غضب أو زي ما حضرتك بتقول إحنا أولا الكتاب المقدس علمنا أن إحنا نحب حتى أعدائنا الرب يسوع نفسه علمنا هذه الحقيقة أحبوا أعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم فالمؤمن الحقيقي يا أخ عبد الله اللي عرف الرب يسوع لا يكره ولا يحسد ولا ينتقم لكن لكنه يحب الآخرين ده المؤمن الحقيقي ان كان في بعض الاشخاص لا يتبعون تعليم المسيح وتعليم الكتاب المقدس فليس العيب في المسيح والكتاب المقدس العيب في الاشخاص محتاجين انهم يتوبوا ومحتاجين انهم يعني يجعلوا افكارهم وتوجهاتهم بحسب كلمه الله، لكن نحن كمسيحيين نحب اخواتنا المسلمين، نصلي لاجلهم ونصلي لاجل ابديتهم لأن ده اللي نصلي ان الرب يفتح عيونهم لكي ما يروا الحق في شخص يسوع المسيح الذي قال انا هو الطريق والحق والحياه وانه ايضا لا يوجد خلاص الا من خلال الإيمان بيسوع المسيح الذي دفع ثمن خطايانا ومات لأجلنا على عود الصليب أشكرك مرة أخرى يا أخ عبد الله على تليفونك خليني أخذ جزء مهم آخر وهو دليل آخر يبقى كلمنا عن أكثر من دليل اتكلمنا عن دليل وجود المادة اتكلمنا عن دليل التصميم مهم قوي أو نشأة الحياة وكلمنا عن التصميم وكلمنا ايضا عن الذكاء او الـ الله اوجد كائنات ذكيه ولو مش ممكن ابدا الله يخلق كائن ذكي ان لم يكون هو وجود كائن أسكى منه صنعه واوجده الحاجه الـ الـ الاخيره عشان الوقت او الخمسه اللي بتبرهن على وجود الله هو وجود الاخلاقيات يعني اي نعم نحن نعيش في مجتمع انحدرت في الاخلاق وبالاخص في عالمنا العربي يعني فعلا الاخلاق انحدرت ووصلت الى مستويات من التحرش الجنسي ومن البزاءات ومن ايضا الامور الشنيعه جدا اللي بترتكب ليل نهار لكن ليه ليه الانسان هو الكائن الوحيد اللي عنده معرفة عن الصح والغلط يعني يعني في كل الثقافات وفي كل ال ال الديانات الانسان يعرف ان القتل خطأ يعرف ان الاغتصاب خطأ طبعا القتل صح لما يكون الاله اللي انت بتعبده آه بيقول لك اقتل مع انه ده ليس الاله الحقيقي كويس فانت بتقتل بضمير مرتاح لكن نعلم جيدا انه هناك امور نقول عنها امور صحيحه وهناك امور نقول عنها انها امور شريره هناك افعال نقول عنها افعال صالحه وهناك افعال نقول عنها افعال شريره يعني معروف جدا ان الشخص الذي يعذب الطفل او يعذب اطفال لكي ما يستمتع هو شخص شرير الرجل الذي يضرب ويختصب المرأة البريئة شخص شرير الشخص الذي ينجب أولاد لكي ما يسيء إليهم ويهملهم ويعاملهم معاملة جنسية يعني شنيعة شخص شرير الشخص الذي يختصب ويسرق شخص شرير كل هذه ملهاش علاقة بال بالدين موجودة في الإنسان طيب إذا كان الإنسان عنده بعض المبادئ طبعا هذه المبادئ الأخلاقية كلها تشوهت الخطية شوهتها من أول ما أخطأ الإنسان وسقط قبل سقوط كان الإنسان في حالة البراءة وفي العلاقة مع الله لكن لما سقط الإنسان بدأ كل هذه المبادئ تتشوه لكن على الأقل هناك بصمة في الإنسان بتقول في ضميره جوه ان كان هذا الضمير اذا الى الان حي بتقول انه هناك امور صحيحه وهناك امور خاطئه. المبادئ الاخلاقيه دي جت منين؟ الاخلاق اللي موجوده دي يعني الاخلاق بتتطلب وجود واضع لقانون اخلاقي جوه الانسان. فمن الذي اوجد هذه الاخلاق او المبادئ الاخلاقيه في الانسان؟ على الرغم من ان الاخلاق الموضوعيه قد تكون خارج نطاق المنهج العلمي الا ان كل شخص عاقل يمكن ان يعرف ان بعض الاعمال خيره بالفطره في حين ان البعض الاخر شرير بالفطره عشان كده قال الفيلسوف فرانسيس بيكوث وغيره اولئك الذين ينكرون القواعد الاخلاقيه الواضحه الذين يقولون ان القتل والاغتصاب اخلاقا حميده وان القسوه ليست رزيله وان الجبن فضيله ليس مجرد نقطه اخلاقيه مختلفه من الراي لديهم شيء خاطئ معهم يعني هم مش بس دي نقطه اختلاف في الاخلاق لكن ده في حاجه غلط جوه الانسان اللي بيقول هذه الاشياء حقيقة أن البشر حتى يتأملوا الأخلاق يشهدون على الهوية الضخمة بين الإنسان والحيوان الحيوان يقتل لكن عمره ما يشعر بالزم الحيوان يغتصب لكنه لا يشعر أبدا أنه عمل حاجة غلط لكن هناك في الإنسان هذه الأخلاق فمن أين نشأت هذه الأخلاق هذا هو الكائن الذي أوجده الله والذي خلق على صورته في الحق والبر والقداسة لكنه بسبب السقوط سقط وأخطأ وابتعد عن الله هذا دليل على أن الانسان كائن مخلوق خلقه الرب وأنه ما يعرفه من صح وغلط هو أيضا بصمة الله وإن كانت التي تشوهت في حياته لكن هذه البصمة مازالت موجودة عشان كده أحبائي أنا حابب أختم الخمس دقائق الأخرانيين بقراءة بعض النصوص من الكتاب المقدس ومن سفر التكوين ومن اصحاح واحد، يقول الكتاب في البدء خلق الله السماوات والارض، يبقى الارض والسماوات خلقها الرب، هذا هو هذا هو الذي اوجد الماده، هذا هو ايضا الذي انشا الحياه ومصدر الحياه، هذا هو الاله الذي ايضا بتصميم ذكي جدا اوجد كل الموجودات وكل الاشياء والقوانين الطبيعيه اللي بتتحكم في الكون وفي كل المجرات هذا هو الاله الذكي الذي اوجد كائنا ذكيا والاله ايضا اللي هو يعني يسمو في كل الاخلاقيات هو كمال الأخلاق لكنه أعطى الإنسان أن يكون أيضا كائن أخلاقي لكن الإنسان تشوه هذه الصورة نيجي أيضا راية أخرى في مزمور 19 مزمور 19 بيقول حاجة جميلة جدا عن, عن شخص الله بيقول لنا إيه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارجة من حجلته ليبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من أقصى سموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيء يختفي من حرها أيضا يقول لنا الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل روميا وفي الأصحاح الأول يقول هذه الكلمات لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهر لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا افكارهم واظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه سوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات كل هذه بيؤكد لنا ايه يا احباء لنا اولا انه يوجد اله وبتؤكد لنا اولا انه هذا الاله هو الاله الخالق هو الذي خلق الانسان وخلق السماوات وخلق المجرات وخلق كل الكون الفسيح الذي نعرفه والذي ايضا لا نعرفه ما نرى وما لا نرى ما يرى وما لا يرى كل هذه وجدت لأن الله أوجدها وجدت لأن الله صمم منذ الأزل أن تكون موجودة لكن الله في محبته للإنسان عندما أخطأ الإنسان وابتعد وعصى الله لم يترك الله الإنسان في بعده وفي خطيته لكنه أتى إلينا في شخص يسوع المسيح الإبن الوحيد الذي الذي هو في حضن الآب أتى إلينا. يسوع المسيح الكلمة المتجسد الذي أتى إلينا لكي ما يردنا مرة ثانية إلى الله، لكي ما يكون لنا علاقة من خلال ما صنعه وما قدمه من أجل فدائنا ومن أجل خلاصنا على عود الصليب. يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. هو الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم ابليس هو الذي اقام من الموت هو الذي اعطى حياه لمن ليس له حياه هو الذي ايضا يعطي الحياه الابديه والحياه الافضل لاجل هذا كل من يعرف يسوع وكل من تقابل مع يسوع تقابل مع الله الخالق الذي اوجد كل الاشياء احبائي المشاهدين اشكركم لاجل متابعتكم لنا في برنامج عبر الكتاب ولاجل متابعتكم لنا عموما على قناه الحياه والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم